معنا حاجة زينب رجعت تاني. اتفضلي حاجة زينب. السلام عليكم، عليكم ازيك يا السلام، شيخ؟ الله يرضى عليك، اتفضلي. فحضرتك، وكان طب الزوج زوجي بيطردني وكده من الشقة انا الحاجة زينب، واولادي. الحاجة زينب وطي بس صوت التلفزيون واسمعني من التليفون وعيدي تاني. فكان جوزي بيطردني انا واولادي من الشقة ليه؟ عشان مش عايز يشتغل وعايز يصرف وبيسمع كلام اخوه عايز ياخد حقنا في البيت. انت متجوزة بالك وانا قد ايه يا حاجة زينب؟ انا بقالي 14 سنة، وانا عندي يعني انا كمان مريضة سكر وضغط. فكان بيطلع كل سر البيت بره لاصحابه ومش عارف ايه، انت ان سمعتي؟ انا انت مريضة شفتي؟ سكر. استني بس، ايه؟ انت سمعت ولا شفتي؟ ايوه، ما هو اللي راح قال لهم ده يا شيخ، جم قالوا لي. جم قالوا لك؟ ايوه، صاحبه جه قال لي على اسرار يعني زوجيا المفروض ما تحصلش ان هو يحكيها بره. هو صاحبه ده مش امين وجوزك مش امين، عارفه ليه؟ وانا برضو ما اديش ودني غير يسمع، حتى لو جاي يقول لي ايه الاخ ما اسمعش ما واجي انا يخرب ما عليا. سمعتش، ده انا ما ما سمعتش، ده كان سمعتيش؟ قدام استني اهلي. بس، ما سمعتيش ازاي وانت جاي تقولي ده صاحبه جه حكى لي؟ انا مش ما هو بلوم، كان اسمعيني بس، مش بلومك على فكره، بس احنا عاوزين نوصل ايه لحل كويس، ان انا مش كل اللي يجي يقول لي حاجه اسمعها حتى لو هي حقيقه عليا ما سمعتيش. متشكرين، مش عاوز اسمع، وعيش بس وعيش في هو حياتك. يعني هو كملي. قال كمان لاهلي، يعني ماشي. راح قال حكى لخالي وحكى لاخويا برضه. تمام. وانا دلوقتي ونايم مش عايز اشتغل، واللي اطلعي بره الشقه خالص، انا عنده معايا كام ثلاث سنة؟ عيال. عنده كام سنة؟ 42 سنه، 42 سنة. ومش مريض ولا اي حاجه خالص، تمام. وبيعايرني كمان ان انا مريض السكر وضغط. ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فانا رحت اشتغلت وكده في محل سوبر ماركت عشان اصرف على ماشي. اولادي، لاني يعني برضو اهل ظروفهم على قد. عندك كام ولد ولا كام بنت؟ عندي ولدين وبنت. عندهم كام سنة؟ الكبير 11 سنة، والصغيرة 10، والصغير خالص داخل أولى ابتدائي. تمام، اتفضلي. فأنا بقى يعني شيخ مش جاي لي نفسي حتى إن أنا يعني حتى قعدت معاه أتكلم مفيش فايدة، والوقت متدخل شيخ بتاع جامع برضه مفيش فايدة معاه في الكلام. فأنا مش عارفة أعمل إيه، يعني أنا نفسيتي في نفس الوقت طب برضه مش عارفة. الشيخ زميلنا اللي بيتكلم معاه يعني بيتكلم معاه؟ ايوه، اتكلم معاه يقول له يا ابني صلح من نفسك، ودي طلع عندنا البيت، وقال له ماشي مش عارف، وسيب مصاريف لاولادك ياكلوا ويشربوا. قال له ماشي، هو وابن عمه طلعوا طيب. وحكوا الحكايه، وما فيش فايده برضه من اللي حصل خالص. السؤال يا حاجه زينب ايه؟ السؤال انا مش عارفه اعمل ايه يا حضره الشيخ، اقول لك دلوقتي يعني تعمل ايه؟ هقول مش لك عارفه دلوقتي. اعمل ايه والله، وانا يعني تعبت نفسيا كمان من اللي بيحصل ده كله. هقول لك دلوقتي يا حاجه زينب. حاضر، اتفضلي. طيب الحاجه زينب كانت بتسال بتقول يا مولانا يعني الزوج منع نفسه عن المصاريف وما بيصرفش على الاولاد، وهو عنده انا سالتها كام؟ قالت لي 42 سنه. طب ليه يعني مانع نفسه وما بيصرفش على البيت ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى؟ ده سؤال دائما وابدا يتكرر في اسئله كده عامله زي الملح في الطعام، تلاقي موجود على طول. مشاكل الزوجيه على يعني مر السنتين الموجود فيهم مع حضراتكم وموجود في هذا البرنامج، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وفي استاذنا الدكتور حسن وفي هذه القناه المباركه. مشاكل الزوجيه موجوده على طول، ما بتخلص ابدا، ما بتخلص. طب يا مولانا هو ما بيصرفش، الايات دايما نذكرها والاحاديث دايما نذكرها. يا اخوانا لابد ان احنا نخرج بخطاب عقلاني. يعني ايه خطاب عقلاني؟ اقعد معاه واتكلم معاه. يا مولانا والله قعدت معاه واتكلمت معاه، واللي انت عاوز تقوله قلت، وقعدنا قعده كويسه ومش عارف ايه، وعملنا اللي انت بتقول، وفوق ما انت عاوز تقول. طيب هو طبعه ايه؟ طبعه يعني فظا غليظ القلب، ولا يعني تقلب مع تقلب الحياه، ولا هو كان انسان حلو وبقى انسان وحش، ولا ايه اللي حوله من سوء او من حال كويس الى حال اسوأ؟ انا عاوز اعرف تركيبته ايه. الزوجه هي اللي عارفه تركيب الجوز، تقرا مفاتيح عينه. ما هو الزوج والزوجه لابد انهم يفهموا بعض من العيون، من نظره العين. هو عاوز يقول ايه؟ ايه اللي غيره؟ زعلان، فرحان، سعيد، كذا 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 كذا، اعرف وهي تعرفه. طب لو انا قصرت في حاجه احاول اصلحها واحاول اتكلم معاه. دايما الراجل مننا يعني معلش زي ما احنا بنقول شايف نفسه شويه، معلش خلينا كده. هو انا اللي اقول وانا وانا وانا، وفي ناس مننا طيبين، ولذلك القرآن بيقول لك الرجال، مش كلهم، مش كلهم، الرجال قوامون على النساء. وقلنا كلمة القوامة هنا هي الزيادة في تحمل المسؤولية،
بما فض... اللي خلانا عرفنا كده بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم يأتي القرآن ويعطي إنصافه دائما للمرأة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم برضو يبين إذا كان هناك سلوك غير مستقيم القرآن بيبينه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا نطاق قرآني. طب أنا أعمل إيه؟ أقول له دائما وأوجه إليه رسالة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى سيحاسبك حسابا كبيرا، الله سبحانه وتعالى سيحاسبك حسابا عسيرا، لأنك قصرت في حق الأولاد. الله أوصانا بالأولاد، يوصيكم الله في أولادكم. ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة جميلة، أن هذه اللقمة التي يضعها الرجل في فم زوجته وفي فم أولاده له بها صدقة، أي حينما تطعمهم لك بهذا الطعام صدقة، حينما تكسوهم لك بهذا الكساء صدقة، حينما تسقيهم لك بهذا يعني بهذه السقية صدقة. صدقات ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك بدون ما تتعب أو بدون تعب تكلف نفسك الجهد، معك أنت شغال في وظيفة أو كذا أو كذا، ربنا سبحانه وتعالى ما يضيعش حق حد أبدا، الله سبحانه وتعالى العدل، فربنا سبحانه وتعالى يجازيك خيرا. فحينما تكبر في السن الأولاد يشلوك. طب ما الولد أو البنتين يشوفوك كده في هذه الحالة، لا بتصرفش والأم لا بتشتغل وتعبانة وكلام من ده، إيه اللي بيحصل؟ طب مش هيحترموك، مش هيقدروك، عاوز الابن يحترمك ويقدرك، مش هيقدرك، يقول لك ده أمي هي اللي صرفت عليا، هي اللي تعبت عليا. كذلك إنك تخرج سر البيت، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شدد وبين أن الذي يفعل ذلك ملعون مطرود، كالذي يعني سيدنا النبي بين لنا امر خطير، انا مش عاوز اقول اللفظ يعني، ما ينفعش، هذا اسلوب لا يحق. انت زعلان منها في حاجه او تعبانه او مريضه، خلاص ولا تنسوا الفضل بينكم. تعبانه يا سيدي وانت معاك فلوس استاذنها روح اتجوز، ما فيش فيها مشكله خالص، ان اذنت لك بهذا. ما حدش فينا بيغلب ست ولا ست بتغلب الراجل. العلاقه يا اخواننا لابد تكون قائمه على الموده والرحمه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يقول: ما من عبد، كما أخرج الإمام البخاري ومسلم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نداء لكل زوج ولكل زوجة، عاوزين نعيش شوية في سعادة، شوية الباقيين في هذه الحياة في هذا العمر خلوهم في سعادة وفرح وسرور، وخلي بالك الله سيحاسبك على هذه الفعلة التي تفعلها في حق الزوجة وفي حق الأبناء، فحافظ على الزوجة وحافظ على الأبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينكما، اللهم أمين يا رب العالمين.